مباراة المنتخب العراق ومنتخب إنجلترا في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للشباب تحت ال20 سنة اللي كتشهد المباراة. مالك فضل الله التطبيس على واشتراك القناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضيف لهذه المباراة ملعب دياغو أرماندو مارادونا. توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 8 مساء بتوقيت العراق والقاهرة، والساعة 9 بتوقيت قطر والسعودية والإمارات، والساعة 7 مساء بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، قناة بي إن سبورتس بي إتش دي 2 الناقلة الحصرية للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعم الملك والشرف بالقناة وتفعيل خاصة تساعد كل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضربكم موعد في موعد قادم.